السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين إيغيل يعني يخسر المعركة والحرب، لا يخسر المعركة، الحرب مازالت قائمة. نشوفوا الناس هذو وين غادي يوصلوا وين يريدون. أنا نقولها لك ونعاودها لك سي إيغيل، يعني بكل احتراماتنا لتاريخك فقط في الرياضة الجزائرية. هذا مكان يعني من راهم زراري يلعبو بيك، زراري يلعبو، راك كبير نتايا ما شاء الله 70 عام ولا 71 عام، يعني راك جد، يعني بالك نتا مزوج على الأقل، بالك مزوج بنتك وبنتك مزوجة بنتها، ولا بالك كيما هاكا عشان ما نعرف. إذا نتا تزوجت صغير وزوجت بنتك صغيرة، بنتك كيما هكا 70 عام راهي مزوجة بنتها ولا ولدها، بنتها نقولوا بنتها، هذه هي. هذيك نشوفوا بلي يلعبوا بيك دراري، يعني ما تخليش ديك الكلمة اللي يقولها، يقولك كي السبع طاحوا سنانو ضحكوا عليه شوادة، تخليش كيما هكا. وين تبخرت حظوظ مزيان إيغيل في رئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، على الرغم من إجراء استعجالي والذي أحدثه مع ودادية لاعبين دوليين قدماء، والتي جعلته اليوم رئيس لها بدل من علي فرقاني. وفي الوقت الذي أراد فيه إيغيل تصحيح ملف ترشحه بالحصول على رئاسة ودادية حتى يحق له الترشح لرئاسة الاتحاد باسمها، فإن خطوة متسرعة حملت في طيتها جملة من الخروقات القانونية، والتي جعلت مديرية الشؤون القانونية لولاية الجزائر ترفض نتائج الأشغال، بما يفقد يعني إيغيل صفة رئيس ودادية اللاعبين الدوليين القدامى. واعتبرت مصالح ولاية أن ودادية عقدت جمعية عامة انتخابية دون الحصول على الترخيص، وهي وثيقة ضرورية للاعتماد أي أشغال، في حين أن الودادية اللاعبين الدوليين القدامى لم تحترم أصلا الأجل القانوني لعقد الجمعية العامة، حيث أن علي فرقاني والذي منح قبل أيام رئاسة الودادية بالنيابة لهذا إيغيل، لمزيان إيغيل فور يعني فور انتخابه في الجمعية العامة السابقة الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي داروا جمعية عامة، يعني طاح وهذا الخطأ والله العظيم. يعني الأسبوع الماضي من نائب أول له بحجة أنه فرقاني بارز، وهو الذي ترأس الأمس اجتماع المكتب التنفيذي المصغر بمقر الجمعية بدال إبراهيم، وهو الذي استدعى بالهاتف أعضاء الجمعية العامة لعقد جمعية دورة استثنائية وفي اليوم الموالي دون أن يواجه استدعاءات بطريقة قانونية للأعضاء، وفي غضوان يعني 8 أيام على الأقل. كما أن الأشغال الجمعية العامة اليوم ترأسها فرقاني وأعلن استقالته، ثم أعلن إيغيل ترشحه وتم تنصيبه رئيس جديد في سابقة لم تشهدها أي جمعية في العالم، حيث لم يتم فتح ترشيحات لإيداع ملفات، ولم يتم تنصيب لجنة طعون، ولم يتم تحديد موعد الانتخابات مثل ما ينص عليه قانون الجمعيات والقانون الأساسي للودادية، ولم يتم الحصول على ترخيص لعقد جمعية عامة، والتي لم يحضرها يعني أصلا ممثلين مديرية الشباب والرياضة. يعني لعبة هكا تاعهم محسوب هكا، يعني معليش هما مدبرين صح. حنا جزائريين ولا نتوما ولا يقولوا لنا شكون تاعكم؟ على بالنا راهو كيسموه فرقاني، على بالنا كيفاش فرقاني. انا واحد نقول لكم على بالي، يعني فرقاني من ضربة تاع 2011 2012، وين الحاج وين رفضه باش يكون مدرب الاتحاد، مدرب الفريق المحلي. من بعد قعد هذيك تمشي هذيك وما بغاش، هنيك يعني لم يعترف بهذه الجمعيه، هذه جمعيه اللي ما عندها حتى فايده، يدو الدراهم 600 مليون قالوا انا ما نعطيكش، روح للوزاره تمد لك الدراهم، كي جازتي ولا يعطيه دراهم، ولا على تصيبه يجري كل جمعيه عامه يجري من ناشط، وكل خاص اموال غادي يدخلوا. وعلاوه على ذلك، فان من شروط الحصول على حق الترشح
عدم تعرض لعقوبة رياضية خطيرة، في حين أن إيغيل تم توقيفه لثلاث أشهر سنة 2021 حين كان مدرب لأولمبي شلف بسبب شتم رسميين، وتعرض قبل ذلك لعقوبة إيقاف لستة أشهر حين كان أيضا مدرب لأولمبي شلف، يعني منها ثلاث أشهر موقوف يعني النافذة، بما يجعل ملف يعني إيميل ملف مزيان إيغيل لرئاسة الفاف هو الرفض. وقد اتخذت مديرية الشؤون القانونية لولاية الجزائر قرار اليوم لإلغاء نتائج الجمعية العامة الانتخابية للودادية اللاعبين الدوليين القدامى، وأسقطت يعني بذلك صفة رئيس الودادية على مزيان إيغيل، وهو ما يجعله يخسر المعركة الانتخابات الفاف قبل انطلاقها. يعني هو خاسين يجروا صعيد هذا مكان، خاصيني قاعدين هم بضروا كذاك المشرف جاو باغي كان باغي قال لهم انا يجي سادي نروح انا نروح الطياره غير رايحه وجايه، انت مشي طاكسي انت طياره رايحه وجايه نورمال ركب الطياره شكون اللي غادي خمسه منا روح الله يسهل. الجزائر عندها ركايزها الجزائر، انت شد بالك حسبه بلي ملكيه خاصه تاعك هذه ولا والله لك يا بريض على بالك اللي غبناته جنون العظمه، والله لا جنون العظمه والعضلات هذا مكان. يعني بعد معينا يغير اليوم الادرس رئيس لرابطه قدماء لاعبين الدوليين الجزائريين خلف يعني لعلي فرقاني، وتم تعيين زياد إيغيل خلال الجمعيه، يعني هذا يا الله ما ذهبنا الجمعية هذه يا ودي. أنا قلت لكم ودي شو بين مدة الناس على تاع بدران يا ودي. أنا قلت لكم مقبل قلت لكم غادي يعيط كوب دافريك هذه غادي شو إلا قعد هذا حتى الكوب دافريك أقسم لكم بالله العلي العظيم غادي تشوفوا العجب غادي تشوفوا 2019 أنا نقول لكم غادي تشوفوا 2019 انا نقولها لكم والله لا شفتوا 2019 ها ايوا باش يكون على بالكم ما خدش على ما غاديش ما هذاك راك هما تشكلوا علينا يا ولد اي اصب نورمال عباد اي يديروا الحاجه اللي زعما قوانين وكون زعما جابوا هذيك الجمعيه تاع الاخرى نورمال عاديه ما كاش مشكل لا والله ما كان حتى مشكل مكاش قال لي زعما كيقولوا المودين على الشيطان ولا بالك راكم داخلين في حيط ولا لا نورمال عادي ويقول قانونيا ورانا في الطريق الصحيح وكلش كاش مشكل كاع ما عندوش حتى مشكل باش يكون على بالكم يا جماعه ما هي جايه هاك هي جايه هاك يعني هي جايه هاك خاطر عليه الناس تبغيها هكا الناس كانت تبغيها الناس كانت تحوس عليها كيما غادي وما هو هذا شو هذا إيغيل نقولها له ونعاودها لك إيغيل يا ودي اختك إيغيل خاطش على هذو انت نجي روحك بالك جيت جايبينك عرضوا عليك وصابوك لازم كاين الا كاين جماعه كاين ولد ولادك كبار ولا حاجه يقول لك اختك يا با راك كبير وكلش خاطش ناس تقصر عليك هذو ما يقصوا على الغاشي انا نقولها لك والله لم يكسروا الغاشي هذه باش يكون على بالك الناس هذه باش تشوف خويا هاي سهلة هاي سهلة انتوما شفتوها غادي تمشي كيما تبغوا بصح هاي هات هاي هات خويا هاي هات تمشي لكمش كيما تبغو نتوما كنتو تقارعو لها
كنتو تحوسوها تمشي كيما تبغي بصح لا صحيح بزاف بزاف جا وقتها دولة فاقت عرفت شكاين هذه هي. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاوعنا وان شاء الله دايما معكم بجديد واللي مشي ابوني ابوني معنا وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله صحيتو.